كما ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة. دكتور إكرام، أهلا بك ضيفا كريما على شاشة التلفزيون المصري. أهلا بحضرتك والأستاذ الكريم. دكتور، منذ العقد الماضي العلاقات الاقتصادية ما بين مصر وتركيا لم تنقطع، بل هي في تزايد مستمر وتعكس رغبة من الطرفين في الاستفادة القصوى وتحقيق هذه الاستفادة اقتصاديا من إمكانيات الدولتين. في رأي سيادتك، ما هي أبرز المجالات الواعدة التي تنتظر التعاون بين البلدين في السنوات القليلة القادمة؟ طبعا خلينا نقول ابتداء أن العلاقات المصرية التركية هي علاقات يعني لها جذور تاريخية وحضارية وعلى المستوى الشعبي أيضا، وبالتالي كل كلا الدولتين مؤثرة في المقيم الذي تتواجد فيه. نعم. متوقع في هذه الزيارة للرئيس التركي إلى القاهرة وفي لقاء القمة بحث عديد من الموضوعات الهامة، وخصوصا ما يتعلق بتدعيم التعاون بين مصر وتركيا وبالذات في المجالات الاقتصادية، يعني في مجال الاقتصاد، في مجال المشروعات المشتركة، في مجال الاستثمارات، في مجال التجارة البينية بين الدولتين، وكل ده متوقع أن يشهد دفعة قوية في الفترة المقبلة نتيجة لهذا اللقاء على مستوى القمة. نعم. ودائما في الخارجية. نعم. يتم توافق وتفاهمات على النواحي الاقتصادية المختلفة، وبما ينعكس إيجابا على الشعب. دكتور إكرام، لا أسمعك بوضوح، هل لك أن نتحدث في مكان؟ دكتور إكرام، هل تسمعني بشكل؟ هل حضرتك تسمعني الآن؟ نعم، أسمعك الآن، تفضل. يعني أنا بقول لحضرتك إن لقاء مهم على مستوى القمة بين مصر وتركيا، هو هناك تفاهمات في عديد من الجوانب السياسية والاقتصادية، خصوصا أن التوقيت له إنالة، وتوقع أن تشهد في الفترة القادمة آثار إيجابية لهذا اللقاء على المستوى الاقتصادي بين الدولتين، وخصوصا في مجال السياحة، مجال الاستثمار، ومجال المشروعات المشتركة، وبما يؤثر إيجابا على الدولتين وعلى الشعبين. طيب دكتور إكرام، لو تحدثت مع سيادتك فيما يخص علاقات التعاون الثنائي، مصر وتركيا تسعيان لتفعيل اتفاقية روما الملاحية، هذه الاتفاقية جمدت في العام 2015، كيف يمكن تفعيل هذه الاتفاقية، وكيف أيضا البناء من خلال هذه الاتفاقية ويعني تفعيل ما يشكله قطاع الطاقة من مجال حيوي للتعاون الاقتصادي، بحيث أن مصر أصبحت موردا رئيسيا للغاز الطبيعي المسال إلى تركيا في نهاية العام 2021. هو بالتأكيد متوقع أن يكون لهذا اللقاء آثار إيجابية ومن عدة نواحي، وسواء فهمنا ذلك في مجال الغاز والغاز أو في مجال المشروعات الاقتصادية المشتركة أو حتى في قضايا التعاون الثنائي بين مصر وتركيا في المستوى الاقتصادي وعلى مستوى المشروعات المشتركه. نعم. اذا هي فوائد اقتصاديه ونتوقع انها تتحقق في المستقبل المنظور، وبما يعود. نعم، على كل الاحوال وضحت الرؤيه ضيفي الكريم الأستاذ الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، شكرا جزيلا لك. وبالطبع هي علاقات ثنائية متميزة